لغة تعبير عالمية عرفها الأجيال في كل العصور وتناقلوها منذ آلاف السنين عبر مجموعة من الرموز قد يصفها البعض بالطلاسم، ولكنها توجيهات صناعة سحر النغم. الرموز هذه بتعطينا أكثر من معلومة، فبتعطينا معلومة النغمة، وتعطينا الزمن، وتعطينا السرعة، وتعطينا القوة في العزف. فهي مجموعة من الطلاسم كده للي ما يعرف النوتة، ولكن هي اللي بتخلينا نعرف كيف كان الموسيقى الماضية في الحضارات السابقة. وفي عام 1028 من الميلاد ابتكر أريزو 7 أحرف كانت السر في صناعة ما يعرف الآن بغذاء الروح، مما مكنهم من تسهيل عملية تأليف المقطوعات وحفظها عن طريق مفتاح موسيقي وخطوط أفقية ورأسية ورموز للنغم. شوفي، هو كل خط من الخطوط هذه نغمة، وكل مسافة بينهم نغمة. أوكي، قبل هذا كله احنا عندنا مفتاح النوتة نفسها، فعندنا هذا مفتاح صول. مفتاح صول الأسماء الخطوط وأسماء المسافات بتختلف باختلاف المفتاح، فمفتاح صول هيعطينا أسماء مختلفة عن المفاتيح الأخرى. ومع انطلاقة نهضة الموسيقى العربية وزمن الفن الجميل لابن عبد الوهاب والست أم كلثوم، أدخل محمد فدا النوتة الموسيقية لأول مرة في فصول مدرسة الثغر النموذجية بجدة، كما تواجد البيانو والطبل والكمان في مدارس دار الحنان. وبعد مرور 6 عقود وفي تغريدة لوزير الثقافة، تعود فصول النوتة وقراءة رموزها على مقاعد الدراسة وفي مناهج التعليم. لقناة الإخبارية غدير البلوشي، جدة.